اهلا بيك عزيزنا المشاهد في حلقه من حلقات قناه مقاطع سفير الزينه. النهارده جايب لكم من الصيدليه البشريه علاج لمرض الجدري بالنسبه لعصافير الزينه او تشقق الجلد او الجرب اللي بيصيب منطقه المنقار ومنطقه الارجل. الدواء ده هوريه لكم دلوقتي، هو مرهم كبريت بيركبه اي صيدلي وبيبيعه، وهنتكلم مع بعض على طريقه علاجه. ده شكل مرهم، علبة مرهم الكبريت من الداخل، ودي الصيدلي مركبها. هنجيب مرهم الكبريت ده وندهن أرجل الطيور ومنطقة المنقار بعيدا عن منطقة الكير 3 مرات في الأسبوع علشان يتخلص من الجدري ويتخلص من الجرب. إن عجبكم الفيديو دعمونا بلايك واعمل اشتراك للقناة وشير الفيديو. هنجاوب على كل الأسئلة والاستفسارات. إلى اللقاء في فيديو آخر. تقبلوا مني كل تحية. صبر أمين من قناة عصافير الزينة. إلى اللقاء.